نعم نعم أعمل أنت الليلة فيش خلقك منيح أعمل إذا أبت ريحه كيف أغتلمها. نعم أعمل عند شخص في بيع ملابس وأقمشة ويضيع بعض الأحيان يضيع بعض الأغراض خلوها مستورة يا جماعة وفي بعض الأحيان مثلا يضيع بعض الأشياء تضيع قطعة قماش أو يضيع خمار أو نقاب فيأتي صاحب هذا المحل ويقول أنت المسؤول ومثلا يريد أن يدفعني ثمن هذا الشيء اللي ضاع علما أنه هو أحيانا يبيع معي وأنا أبيع وأحيانا قد يدخل هذا المحل أكثر من واحد بإذنه وعن رضاه فهل يجوز له أن يدفعني هذا الشيء؟ في حدود ما تقول ما بيجوز في حدود ما تقول لكن ما بيجوز الحكم بين اثنين شرعا حتى نسمع منهما كلاهما هذا هو دافع عن نفسك يا أبو ليلى طبعا يا شيخنا مبدئيا الأخ طبعا صدر هذا الكلام دون تنفيذ يعني قلت أي شيء بدي يروح من هذا المحل كونك أنت المسؤول بعدي بدك تتحمل مسؤوليته والأشخاص اللي بيقولوا لما بيدخلوا هذا المحل هم شباب معروفين من يعني لدينا من إخواننا من طلبة العلم وهم الحمد لله أمناء أما بالنسبة للبيع والشراء هذا الأخ أحيانا يعني ينسى ماذا باع أما أنا إن بعت شيء والحمد لله أتذكر ولو قبل كذا أنا بعت واحد واحد حتى ما كثير نعم. نتوسع وننسى تفاصيل نعم بتوافق على التهمة هذه بالنسيان لا كلمة وطاها لا ما بتوافق لا ليش ما بتنساها أنسى كما ينسى البشر إذا ما بتوافق الله يهديك لكن الله يهديك لا هي كمان جيت لكن هي جملة استدراكية على إيش إذا أنت موافق أنك تنسى بنسى نعم مش مطلقا يعني هو عم يتهمك الآن ويا ليت التهم تكون كلها من القبيل هذه لانه بين يتهم الانسان اجيره بانه ينسى وبين يخون شتان ما بينهما فهو يتهمك الان بانك تنسى شو رايك شو جوابك لا انسى لا تنسى نعم ليه اولا لانني ابيع وفور بيعي اسجل ايوه أولا لأنني أبيع وفور بيعي أسجل ثانيا لأن البيع ليس بتلك الكثرة حتى يعني لا أستطيع أني مثلا أسجل أو كذا فأنسى هذا أو ذاك أو كذا ففي يعني أوقات فراغ الجو بكون هادئ كذا فيعني يساعد هذا الشيء كله على التذكر وليس على عدم النسيان طيب أنت في عندك شيء غير الأصل وهو أن كل إنسان يعني بينسى كما قال عليه السلام عن نفسه نعم يا شيخ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني نعم يا شيخ فالحقيقة أنه على هالقاعدة هو ينسى وأنا أنسى وأنت تنسى أي نعم لكن أنت عندك شيء زيادة عن هذا الأصل نعم يا شيخنا وهو صدر قبل أيام عند يعني وقت الحساب جمع المال سألته عن هذه البيع شو هذه البيع أنت بيعها قال الصحيح إني ما بعرف شو بعت لكن جمعت هدول الأغراض اللي تبقى من المصاري وحطيتهم كذا حصل أم لا بل الشيخ أنت تسأل بالشيخ لا تسأل فيه يعني ما يعني هو اختصر الطريق بدل ما يجي اللي يسأله سألك مباشرة الشيخنا ستأخذ هذا القول دليل يعني شو بدك فيه
انت هلا بدأتها تعرف اللغة الشامية بدأت تخاوز، بتقولوا انتو تخاوز؟ ما بتقولوا كده، بتقولوا انت لما بدأت تقول يعني تتخذوا دليل، معناها بدأت تتخذ الحيطة. الشيخ الله شو بده يساوي؟ انت جاوب عن السؤال هذا، وقع هذا ولا لا؟ مرة. نعم مرة. هذا داخل في النسيان المنفي آلفا ولا لا؟ نعم. طيب جريء ما شاء الله، فأنت تدان الآن. هل بيقع مرة ما بيجوز يقع مكرة؟ نعم. وبيجوز يقع كرات؟ نعم. فإذا قولك لا أنسى أصبح نسي منسية، لأنك اعترف بأنه وقع منك نسيان، وهذا بخل بالقيام بعملك بصورة كاملة. طيب غيره. وقع مرة طبعا اللي ذكرت الآن، وسجل ما يعني ما تبقى معه يعني دليل على أنه يجمع البيعات كلها، بقي شيء قال أنه هذا ثمن خمار، لأنه اللي بقي معه بطلع ثمن خمار. ووقع مرة ثانية فما عرف الشيء وما كان مسجل شيء. صحيح؟ صحيح. ما استوعبت سيدي الحكي. أنا شو رأيك؟ شو رأيك؟ هنختصر القضية لأننا لسنا في مجلس قضاء، وإنما إن كان هناك مجلس فهو مجلس إفتاء. فأنا بشوف أنك أنت يجب أن تهتم بالقيام بوظيفتك بتمامها وكمالها، وأنت ما بيجوز أنك تدينه على الظن، لأنه جوابك السابق أنه كرد عليه هو قال، وأنت اعترفت أيضا بالمقابل أنه بيدخل علينا ناس كثيرين، كان جوابك أنه اللي بيدخلوا هن من إخواننا والأصل فيهم الثقة والأمانة وإلى آخره، فنستبعد أن يكون يقع منهم اختلاس يلصق بالأجير الذي عندك أنت هكذا دعواك يعني. حينئذ أنا بقول ما ينبغي لك أن تدين الأجير إلا بدليل قاطع مش بالشبهة، ما دام في مجال للشبهة، أي أن ترتفع التهمة عنه بسبب نسيانه إلى غيره ممن يدخل إلى المكان، فهنا ما بيجوز أنك تكلفه أنه لا أنت لازم تحط قيمة البائع هذا إلا بدليل يعني ما يبقى فيه أخذ رد. هذا بيكون حل القضية. هات نشوف شو عندك، شو مخبين.